الناس المفروض حين المحن تبقى دروس تعطي الصبر. الأمة اللي عندها الصبر قال له وأن النصر معه صبر. مفيش صبر مفيش نصر، لازم فيه صبر وقوة. وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. والعرب كانوا يصبرون على حروب، دحس الغبراء البسوس، كل دي أخذت 40 سنة، دي 40 سنة دي 40 سنة، عندهم صبر وصبر على باطل. فلا نصبر نحن على الحق. وبعدين الدنيا دي هو مرحلة اختبار وابتلاء، في ناس ترى التمكين وناس لا ترى التمكين، لكن احنا علينا بالعمل وعلينا بالصبر. حتى إذا لقينا الله عز وجل لقيناه ونحن على الثبات، نحن على الصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الدعوة هي محرك ودينامو هذه الأمة، والدعوة مش محتاجة عمامة معينة ولا غترة مكوية من النص ولا جامعة معينة، إنما الدعوة بلغوا عني ولو آية، بس بعارف الآية صح وتبلغها. أمر بمعروف نهي عن منكر، نصيحة في الله، الدعوة مهمة كل المسلمين.